درت هاد الوصفه ما غتجري ترحم لي الوالدين لا لا مولاتي، غيولي الشعر ديالك الملمس ديالو ناعم لا بريونس وهاد اللمعان ولا اروع، وغادي نعالجو حتى تساقط شعر الحبان وتقصف تقصف وجفاف الشعر في هاد الفصل ديال الشتاء والخريف. مكونات جد طبيعيه وما غتجري ترحم لي الوالدين عليها الا لا مولاتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم فيديو اكثر من رائع. علاش؟ هذا الفصل بالضبط الشعر ديالنا حتى هو كيجف كيولي باهت كيولي كيتقصد كيتساقط بشده، كيف ما كيتساقطوا لينا اشجار ديال الخريف كيتسق لينا حتى الشعر ديالنا. ومنو انا اللي عندي الغده الدرقيه اللي كنرضع جوج مرات متواليه، الشعر ديالي كان كيتساقط بواحد الحده خطيره. ولكن مع هاد الوصفات اللي غنقدم لكم دابا، ودعوا معايا تساقط الشعر تلف الشعر، الشعر ديالنا ما يبقاش متضرر، غيولي الزغبه ديالك ما باهتاش فيها واحد لابريونس اللي هي زوينه، وغيولي طايح وكلشي غيصاحبك دايره بروتين وغير من دارك. اول حاجه غادي نحتاجو الخلاط الكهربائي اكيد باش نخلطو الوصفه ديالنا، وكيف ما شفتو البوطه شاعره شاعله على واحد المكون سحري هو المكون الاساسي في الوصفه. هنا غنحتاجو نصف علبه ديال ياغورت طبيعي، غادي نضيفوها في الخلاط الكهربائي، وغادي نزيدو عليها معلقه صغيره ديال العسيله حره، الا ما كانتش حره ما تضيفيهاش، ما كنتيش عارفها حره تفاداي المكون. هنا ما بديناش بالمكونات الاساسيه، غنبقاو غادي درجه درجه وغتعرفوا المكونات الاساسيه والخلطه غتبان من الساس ديالها. هنا كيف ما قلنا علبه نصف علبه دانون مسوس، معلقه صغيره ديال عسيله حره، وغادي نضيفوا ليها كيف ما شفتوا صفار بيضة اللي هو البروتين الطبيعي الخارق اللي البنات كيغدي لنا الشعر ديالنا بواحد الطريقه رائعه. كيف ما شفتوا والمتتبعات ديالي الوفيات عارفين ان الوصفات ديالي كاملين كنحاول نستعمل فيهم البيض. وهنا زلعت لي صراحه صفار بيضه، ولكن غنحاول نحيدها صفار بيض فقط، ما نحتاجوش بياض البيض، يعني البروتين كامل كيكون في صفار ديال البيض. والمكون الاساسي والمهم هو نصف افوكا. الافوكا البنات عامر بالدهون المشبعه اللي كتغدي لينا الشعر ديالنا، كتعطيه واحد اللمعان كتعطيه واحد الترطيب اللي هو زوين فريمون رائع. هاد الوصفه كنصح فيها ديريها جوج مرات في الاسبوع. الا ما كانش متواجد عندك الافوكا ممكن تستعملي البنان، ولكن الافوكا من الاحسن. والمكون الاخير اللي هي زريعه ديال الكتان، غنحتاجو الجيل ديالها. الجيل زريعه ديال الكتان راه كان داير واحد، كان طالع اصلا في الطوندونس البنات، يعني كان داير واحد البوز حيت الجيل ديالها رائع بالنسبه للشعر، يعني كيخليه حرير فريمون كيغديه وكيسبسبو ديال بصح. فهنا غنحتاجو الجيل ديال زريعه ديال الكتان كيف ما كتشوفوا، وغادي نضيفو المكونات ديالنا. وهنا غتولي عندنا خلطه سحريه، خلطه عجيبه. غير باش تعرفوا هادشي، كان هادي خلطه ديالي كنستعملها للشعر ديالي وبغيت نشاركها معكم. يعني هادي ما كناخذها من حتى شي بلاصه، بالعكس انا كنحماق على الوصفات الطبيعيه، وهادشي وصفاتي انا، وصفات ايمي بيوتي. فهنا كيف ما شفتوا خلطنا كلشي، وهنا ولات عندنا وصفه خارقه. انا غنعاود نقول لكم كيف ما قلتها مره وجوج وثلاثه، كنتمنى منكم غير تجربوها وتجيو تردوا عليا غير في التعليق، سواء كانت ايجابيه ولا سلبيه. انا ما بغيتكمش الحبان تكذبوا، حيت تايقه في الوصفات ديالي وعارفه، يعني اش غنقول لكم، عارفاهم انهم فريمون كيتحطوا على الجرح كبره. غادي تجربيهم ما غتجي لا مولاتي غير ترحمي ليا الوالدين عليها. مجرد انك غتسمعي هاد المكونات غتعرفي ان فريمون الخلطه رائعه، ولكن ملي غتجربيها يا سلام. انا كيف ما شفتوا غنكونوا سالينا الوصفه ديالنا واللي كتجي على هاد الشكل اللي شافها يقول سموتي ديال الافوكا، ولكن غنيه جدا.
باللي فيتامين اللي عاجلينا الشعر ديالنا. وهنا غنقول لكم الحبان الوصفه ديالنا واجده، المكونات ديالها كيهضروا على راسها، اي مكون تدخلوا تهضروا عليه بالنسبه للفائده ديالو للشعر. البيض بروتين، لافوكا معروفه انها كتغذي لنا الزغبه ديالنا مزيان، بزريات، المهم مكونات كاملين. ولكن قبل ما غنديروا هادشي على الشعر ديالنا ضروري ما نديروا هكا شي حاجه اللي تحد لينا تساقط ديال الشعر، شي حاجه اللي غادي تخلي لنا الشعر ديالنا يقوى. البنات العريسات الحبان بداو تجهزوا من دابا الصيف، اللي كتوجد شي صافره، اللي كتوجد شي عراسيه، اللي من دابا نوجد راسي ان شاء الله. وصفه البياض الجسم كامل جايه في الطريق بحول الله. ودابا نوريكم الزبيته اللي كنشقق بها الشعر ديالي باش ندوزوا لهاد الوصفه نديروها في الاطراف. قبل ما نديروا الوصفه البنات اللي شاركت معكم دابا ضروري من التشخيقه ديال الشعر اللي ولفتوني عليها واللي كنديرها جوج مرات في الاسبوع، كتساعد على لي غوبوس هكا في الشعر ديالكم، كتحد من تساقط الشعر، الشعر التالف حتى هو كتحاول تعالجو. زوينه ديال لاغامبيا دي صافي ولفتوني عليها البنات، كنشقق بها الشعر ديالي، انا راه ديجا شققته، كنشقق بها الشعر ديالي مزيان، كنت درتها في الفيديو اللي فات. اصلا قربت لي هذه القرعه خاصني يلا توصلني الاخرى. شوفوا بالنسبه للبيادي راه كنستعملها مده، ما كنجيش كنهضر على شي حاجه الا وخاصها تعطيني فريمون نتيجه زوينه. راكم عارفين لا ديال الوجه لا ديال الشعر كثر من الصيف ولا قبل وانا متبعاهم، ولكن ضروري البنات ما تكملوا انكم شامبوان ديالهم كريمي زيرو سولفات زيرو بارابان زيرو كولورون زيرو بارفان، كريمي رائع، وحتى لابري شامبوان ديالهم كيخلي الشعر طايح وغيساعدنا مع هذه الوصفه ان شاء الله. وفريمون البنات كي بحال دايره شي سوان شعرك زوين 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 زوين، ولكن كلشي على هاد الزيوت. وحاجه كتكمل حاجه، فانا كندير البنات بحال هكا وكندير هكا وكنسخنها بيدي مزيان حيت الزيوت هكا شويه عاقدين، وكنبقى نديرهم في الشعر ديالي على هذا الشكل. ولقيت نتيجه زوينه، الشعر ديالي الحمد لله راه كان البنات كيطيح بواحد الطريقه خياليه، الحمد لله ما بقاش كيطيح، كنحس بلي غوبوس هكا. شوفوا الا كان عندكم طيح قوي ديروا لي زاناليز البنات، عندكم فقر الدم، عندكم كيف ما قلت لكم شحال هذه في ديك لا فيديو، عندكم فقر الدم، عندكم تكيس مبايض، عندكم هرمونات ذكوريه طالعه، عندكم لا تيغويد، عالجوا لداخل ونديروا هاد الزويته اللي فريمون كتعالجنا الشعر على برا، الزويته اللي كتخلي لك الشعر ديالك ينمو من جديد والاول. فهكا كنبقى نديرها في الشعر ديالي باش عليكم، كنبقى ندير هكا بارتو بارتو بارتو، انا كنورك في حركه كتسالي. كنعاود ثاني نعمرها، كنديرها هكا في لاغاسين اللي فريمون يعني انا عارفه اي حاجه كنديرها وكنشكرها لكم كتعجبكم. غنخليكم الرقم هنا ديال لاغام بيادي، وفي صندوق الوصف غتلقاو الانستغرام ديالهم وغتشوفوا تجارب ديال الناس اللي غيشجعوكم اكثر، واخا التجربه ديالي كافيه جود. فالبنات غنقول لكم من هنا النمره، ها هي حيت اي حاجه في الكومونتير ما خلي، لا ها هي اختي النمره خليتها لك، وهاد التشقيقه حنا درناها. وندوزو دابا الوصفه اللي غادي تعالج لنا حتى الاطراف. زويته تقدري ديرها الاطراف، راه كتشوفوني كندير الاطراف ديالي حتى هي، ولكن دابا نديرو الوصفه ونبداو على بركه الله بشويه بشويه نديروها في الاطراف ديال الشعر. بحال هكا بحال كديري لا كيراتين بزغبه بزغبه، وحتى تكملي هذاك لو جيل ديال الزريعه ديال الكتان مع لافوكا مع البيض مع ياغورت، تعطي واحد الخليط رائع. صافي كتبقاي ديري زغبه بزغبه. فوالا البنات من هنا صراحه زوين، هاد الوصفات كيخليو لك الشعر ديالك زوين بحال الحرير رطب، ديك لابغيونس كيعالج لك التقصف. ولكن صراحه حنا اللي عندنا هكا الوليدات اشاك فوا تبقاي ديريهم جوج مرات في السيمانه ولا ثلاثه، شنقول لك كنأكد البنات انكم تمشطوا الشعر ديالكم قبل من الوصفه، وتبقاو تاخذوا خصله خصله وانتم كتستعملوها وكتحاولوا تدخلوها في الشعر ديالكم، ومن بعد ما فيها بس تعاودوا تمشطوا الشعر ديالكم وتاكدوا ان الوصفه يعني دخلات في الزغبه على حقها وطريقها. وانا كندير فيها البنات هكا زغبه بزغبه غير نسالي ان شاء الله، وغادي نوريكم النتيجه اكيد من ورا الدوش. غايقولوا لي شحال نقدر نخليها في الشعر ديالي،
تخلي على لمولاتي واحد جوج سوايع وتغسلي الشعر ديالك. الا كنتي زربانه نقولوا ساعه، ولكن جوج سوايع احسن. فوالا الحبه. وهذه كانت النتيجه النهائيه ديال نقولوا بروتين منزلي بوصفه طبيعيه، مكونات جد طبيعيه وفي الدار. كنتمنى من كل قلبي لاي واحد جربه يجي يخلي لي يفتح عليك كيفاش جا. انا البنات من بعد نشف شعري بالسوشوار غير في الدار غير هكا بالبارد وشوفوا النتيجه. تقولوا البنات مصيباه في الصالونات فريمون نتيجه واعره. شوفوا لا بريونس، يا سلام واعره البنات. انا شوفوا غير جربوا وما غترحموا لي غير الوالدين، رائع جدا. كتحسي باول حاجه زغبتك رطبه، كتدوزي عليها كتلقايها رطبه، كتشوفي ان لا بريونس اللي كيعطيك ولا معان. وثاني حاجه كتشوفي ان شعرك واقف على الصح. ويلا فريمون زعما تبعتوا الوصفه كامله غادي تشوفوا دي غوبوس، غادي تشوفوا البنات الخلفه، غادي تشوفوا سورتو داك الزيت ديال بيادي زوين. انا كنحاول هكا كل فتره نحاول نبدل، حيت باش جلد الراس وكلشي ما يولفوش كتزيدي لها شي حاجه قويه اكثر واكثر. يا سلام يا سلام، شوفوا البنات كامله كتعطيك هاد ال... كيف ما شفتوا البنات النتيجه. مهم ما عرفتوش كتبان لكم كيف ما مباشره ولا لا. نتيجه البنات واعره، شوفوا لا بريونس، ما كيخليش لك شعرك باهت نهائيا، كيخليه لك يا سلام يا سلام يا سلام. الى لاحظت لالا مولاتي في الاونه الاخيره نسينا الشعر ونسينا البنات الوصفات الطبيعيه اللي عندها مفعول قوي. اليوم جبت لك وصفه اكثر من رائعه، نقدر نقولوا بروتين طبيعي مكونات طبيعيه في الدار، غادي تخلي لك الشعر ديالك حرير ملمس ديالو ناعم، مكونات جد بسيطه، وغادي تعالج لك التقصف اللي عندك. وعلاش لا حتى هكا اللي محتاجه خليفه اللي شعرها كيطيح اكثر من رائع. كانت نتيجة ديال شعري كيف ما شفتوا، نتيجة زوينة، أنا فرحانة بها، فرحانة بشعري البنات. شوفوا غير هاد اللمعان وغير هاد الرطوبية و... إلى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو ليا لايك، تنسجموا عندي في انستغرام ديالي كنخلي لكم في اول تعليق تحت الطلب ديالكم الحبان، كتقولوا لي الوصفات اللي كيكونوا هكا قويين وفعالين خليها لنا فيديو بوحدو، ما نبقاوش نقلبوا على وسط لي روتين. وطلباتكم أوامر، وكيف ما شفتوا ما غادي ديو غير الحاجات الزوينين مني ومفعولهم اللي كيكون قوي، وانا ما غندي غير رحمه الوالدين منكم. كنتسنى تعليقكم فارغ ديال الصبر الحبان، وكنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد لكم كما العاده. انتظروا فيديوهات احسن. الى الفيديو القادم بحول الله، السلام عليكم.